الظرفيه اللي كنعيشوها وكنمروا منها، نظرا للتسويف ديال الاداره، نظرا للتماطل، نظرا لواحد المجموعه ديال الممارسات الان اللي كنلمسوها داخل الاداره. وبالبل الملموس بان هذه الاداره ديالنا المحترمه مع كامل احتراماتي للموظفين والموظفات انها ولات اداره مسخره لتنفيذ واحد المجموعه ديال 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 القرارات لا انسانيه ولا اداريه، وهذا الشيء راه مس واحد الشريحه كبيره ديال الموظفين والموظفات. مع العلم اننا شحال هذه وحنا كناديو بتوفير الكرامه، بتوفير الكرامه للموظف والموظفه، بتوفير ظروف العمل، واحد المجموعه ديال المطالب اللي حنا واضعينها لرئاسه المجلس، ولكن مع كامل الاسف لا حياه لمن تنادي. الان بعد مرور شهرين على وضع طلب لقاء استعجالي من طرف خمسه النقابات ومساندين من طرف نقابه اخرى هي السته الممثله داخل جامعه المحمديه، كنتفاجئوا اليوم بعد مرور شهرين ان رئاسه المجلس كتتواضع وكتعيط لينا في لقاء، ولكن كنتفاجئوا اليوم اننا كنتعاملوا كاننا داخلين لبحث ديال المخابرات، تنتفاجئوا بانه تيخرجنا اوراق الحضور هذه اللي ما عمرها كانت وما كاينش في الادبيات ديال الحوارات، كيخرجوا لنا اوراق الحضور كل نقابه بوحدها غادي يدخلوا اربعه النقابات ما غاتدخلش هذه، ولينا كنتترياو بحال الخضره الخامجه. انا كنقولها كنتحمل فيها مسؤوليتي، احنا الان الاخوان والاخوات المسؤولين في المكاتب النقابيه، احنا راه الكرامه اولا والكرامه اخيرا، احنا الا ما غندافعوش على كرامتنا نمشيو نموتوا. احنا الان احنا في واحد المنعرج اللي هو خطير مع هذا المجلس البلدي المحترم. احنا كنتمناو صديقين ان هذه الحركه اللي درنا اليوم اللي كانت استثنائيه وكانت ارتجاليه ومفاجئه كرد فعل اولي انها تلقى الاذن الصاغيه لدى المجلس البلدي ولدى المسؤولين ديال الاداره، والا راه حنا مستعدين اننا ندافع على كرامتنا وعلى مطالبنا ومكاسبنا بكل الطرق المشروعه ولو تسكنوا في هذه الجامعه. اولا حنا في هذه النقابه ديال الامتحان حنا جينا باش نطلبوا الرئيس على المكتسبات ديالنا ونطلبوا على الحقوق ديالنا، واذا البنايه ها بنايه خاويه. اذا حنا هذه المعركه غادي تستمر غتستمر حتى نشوفوا الحل ديالو شناهي. ما كاين لا مجلس لا والو، المجلس راه ما كاينش. وحنا كنشكروا هاد النقابات كلهم اللي حضروا في هذا اللقاء هذا، وهذه المعركه مستمر حتى النصر ان شاء الله. الوقفه ديالنا اليوم هنايا جينا على اساس جمع عام مشترك بين النقابات الممثله داخل الجامعه، فاذا به كنتفاجئوا انه فلان يدخل وفلان ما يدخلش وديروا لنا لائحه ديال شكون اللي غادي يحضر وشكون اللي ما غاديش يحضر. اليوم حنا راعينا نظرا للظروف اللي كيعيشها المغرب اللي هو بلادنا ووطننا، حنا راعينا انه كاينه لنا استحقاقات وما بغينا نديروا والو. اليوم خرجنا باش نطالبوا بحقنا، وحنا ما خايفين من حتى واحد، ذاك اللي غادي يلومنا ويقول لنا ان هذا وقت مدفوعين من طرف كذا ولا كذا، حنا ما دافعنا حتى واحد، دافعنا القهر ودافعنا هذا الذل اللي يقول لنا كنعيشوه. وكنقولها كنتحمل مسؤوليتي، لاول مره كنشوف في المحمديه مجلس البلدي فاشل بكل المعايير. ثانيا كنقولوا حنا الا راعينا الانتخابات وعلى ديك الانتخابات، فربما انا كنقولوا كنتحمل مسؤوليتي، الا كنا غادي نلقاو مجالس ديال الجماعات بحال في الطريقه هذيك فهذه راه مابقاش انتخابات، راه ما عرفنا واش نعمه ولا نقمه على الشعب المغربي. ثانيا حنا كنقولوا هاد الانتخابات اللي الا كانت بهذه الطريقه وهاد الناس اللي كيطلعوا للبلاصه المسؤوليه وياخذوا المسؤوليه، الا كانت هذه الطريقه ديال التعامل ديالهم مع شغيله الجماعه ولا مع المواطنين ولا مع المدينه ككل ولا على الصعيد الوطني، انا كنقول راه الانتخابات اصبحت غول يهدد استقرار وامن هذا البلد العزيز علينا كامل.
جميع الصحافه المحليه المحمديه، وكنشكرهم على هذه المبادره. اليوم انا كنتكلم باسمي الكاتب العام للنقابه الديمقراطيه الجماعات المحليه، العضو في الفدرالية الديمقراطيه للشغل. حنا منذ بدايه هذا المجلس كان عندنا الامل كبير باش هذا المجلس يعطينا دفعه جديده ويزكي لنا الحقوق ديالنا، لكن مع الاسف اكتشفنا بان هذا المجلس مع كامل الاحترام ضعيف، ضعيف جدا. ادنى المشاكل ديال العمال والموظفين ما قادرش يحلها. كيفاش يمكن هذا المجلس يمكن يحل مشاكل المدينه؟ ومشاكل بسيطه ما قادرش، والمساطر الاداريه تعقدت اكثر. وكنصيفط واحد الرساله لرئاسات المجلس انهم ما يستغلوش المشاكل الداخليه ديال النقابه ديالنا. هذيك راه مشاكل داخليه، وحنا اللي كنتحملوا المسؤوليه ديالنا، وحنا اللي غنعرفوا كيفاش نحلوها. اما باش يستغلوها باش يربحوا الوقت وباش يضربوا المكتسبات، هادشي غير مقبول. اهم المشاكل الاخوان، اتصوروا البدله ديال العامل ما بقاش كياخذها، باش غيخدم هذا العامل؟ باش غيخدم البدله ما ياخذهاش؟ الساعات الاضافيه ولاو كينتقيو، هذا معايا نعطيه، هذا ما معايش نحيد ليه. الوسائل العمل، طلعوا شوفوا المقاطعه الاولى كيفاش الاكتظاظ ديال المواطنين والبيرسونيل ما كاينش. كيفاش يحملونا احنا المسؤوليه رؤساء المصالح؟ احنا ما يمكنش نتحملوا المسؤوليه ديال شي حاجه اللي بعيد عنا. نواب الرئيس خاصهم يمشيو يقابلوا المواطنين، ما يقابلوش حنا البيروات والموظفين. شهاده اداريه كنا كناخذوها في نهارها، ولينا سيمانه 15 يوم حتى الشهر باش تاخذ شهاده اداريه. هادشي ما مقبولش، وما كناش مالفينوش، كنا كنتمناو نحسنوا هالظروف، لكن مع الاسف هذا المجلس. علاش هضرتوا في هذا الوقت وفي هذه الظرفيه هذه؟ لاننا هنا تلقنا وقلنا المجلس يلا تكون، نعطيه فرصه فين يوقف على رجليه وفين يحل المشاكل الكبرى. لكن هذا المجلس ما حل مشاكل كبرى لا مشاكل صغرى.